مغربي انت لعبت في فتره صعبه جدا في كاس الرابطه زي ما كنت بتتكلم، ولعبت في كاس العالم للانديه. كاس الرابطه اعتقد ان هي فرصه كانت كبيره جدا لكل الناشئين اللي موجودين. طبعا كلام مظبوط كابتن اسلام، يعني الموضوع كان في كاس الرابطه. بس كنت مصدق الكلام ده يعني انت بتلعب والله يعني هو في طبعا في الاول يعني في كاس الرابطه بطوله ما اتعملت، يعني ممكن يكون معظمنا برضو احنا كنا ساعتها، يعني انا كنت قبلها ما كنتش حتى موجود، كنت بطلع اتمرن وانزل، بس كنت ساعتها قبلها على طول في الوقت ده كنت في القطاع تحت. فاحنا ما كناش نسمع لسه، مش عارفين ايه موضوع كاس الرابطه، يعني ما عرفناش موضوع كاس الرابطه غير قبل تقريبا اول ماتش اللي هو الجونه، تم تصعيد كذا لعيب قبل الماتش تقريبا باربع ايام. بدانا نتمرن، لقينا مستر موسيماني بدا يحط التشكيل اللي هو التراي ماتش، يعمل تاكتيك وكده، وحطت مجموعه كبيره من الناشئين، فاحنا بدانا نستغرب هو في ايه. وبعد كده بدانا بقى نفهم هو ده بجد ولا لا، ده بدانا نفهم اللي هو البطوله دي معموله ان هو عشان نبدا نشوف اللعيبه الصغيره. وطبعا كلنا كان في دماغنا ان هي يعني مفيش وقت ان احنا لسه نلعب ونتخض او نحس ان هو نصدق الموضوع وما نصدقوش، هي فرصه انت لازم تمسك فيها وتثبت للناس ان انت قد المسؤوليه وقد تيشيرت النادي الاهلي. بس انت ما كنتش بتلعب ستوبر، كنت بتلعب باك ليفت الاول، ايه القصه في اللفه دي؟ انا كنت بلعب باك ليفت لحد من اربع سنين. اوكي. جاي كابتن محمد شرف كان هو ساعتها مدرب فرقه ال 2001، قرر ان هو كان بيلعب بخطه 3 ورا، بس هو كان بيلعبها بطريقه هجوميه شويه، كان بيلعب بسرد باك، يعني الثلاثه اللي ورا مش ثلاثه مساكين، كان بيلعب بسرد باك وباك يمين وباك شمال، كان بيدي حريه للاثنين المساكين اللي هم على الجناب بيهاجموا كانهم باكات، بيثبت بس الثابت اللي في النص. فجاه حصل ظروف اصابه وكده، الفرقه ساعتها المساكين اللي كانوا موجودين او السرد باكات كان حصل اصابات ليهم، فمقرر ساعتها كابتن شرف كان عندنا ماتش خلاص في الدوري فمفيش حد يلعب سرد باك، فجربني في ماتش ودي شاف ان انا كويس، وبعد كده قام سايبني العب، شاف الدنيا ماشيه كويس. بعدها في نفس الموسم ده ساعتها كان عندي 16 سنه، اتصعدت للدرجه الاولى مع كابتن حسام البدري. كان في ماتش ودي، من بعدها خلاص بقت هو مركزي الاساسي بيبقى سرد باك الاسطوبه.